ما يحصل في الجنوب هو مأساة حقيقية تنزل بأهل الجنوب، وكأن الجنوب ليس قطعة من أرض ليبيا منتهكة حرماته ومستباحة أجواؤه. الطيران يضرب طيران فرنسي على الحدود بين تشاد وفزان، والله أعلم من وراء هذا الاعتداء لأنه غير واضح، لكنه في الجملة أن الأرض والسماء مستباحة. هل حتى لو افترضنا أن هذا الضرب هو يحارب المرتزقة ولا المتسللين ولا كذا، هل لما تنتهك أجواء بلد من البلدان أليست لهذه البلاد حكومة ومجالس ومسؤولين؟ يعني هل نسق معهم؟ هل أخذوا الإذن منهم؟ طيران آخر يضرب على مرزق لا تعرف أصله ولا جنسه ولا فصله، قد يكون إماراتي، قد يكون طيران حفتر استعاره من أي جهة. المصريون يضربون، والفرنسيس يضربون، والأمريكان والأفريكان يضربون، والإمارات عرفناها مرارا وتكرارا يعني تنتهك حرمات ليبيا وتدمر المدن ويعني تبني المعسكرات في بنغازي والدشم وتفعل ما تفعل، وكأنها ليبيا يعني في الحقيقة مستباحة من كل الجنسيات. والضوء الأخضر أعطته الدول الكبرى منذ مشروع الصخرات الذين جلسوا فيه وباعوا البلد للسفراء والمجتمع الدولي. من ذلك الوقت بيعت ليبيا، وكل من يريد أن يتدخل فيها ويضرب ويغزو ويفعل بأي اسم، مرة باسم الإرهاب، مرة باسم المرتزقة، مرة باسم كذا، ولكن الضحية هو الشعب الليبي.